أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القريش مكية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدعمه من جوعه وآمنه من خوف بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل مكية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته